ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تفاجأ المغاربة عند الساعة الثالثة صباحا يومه الأحد من إقدام شركات الاتصال بإعادة الهواتف إلى الساعة القانونية للمملكة بالرغم من قرار الحكومة العثمانية القاضي بالعمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة. وعبر المغاربة النشطاء عن غضبهم الشديد من خلال العديد من التعليقات مؤكدين أن هذا التغيير في ساعة الهاتف النقال تسبب في تفويت مواعيدهم وتأخيرهم عن مقرات العمل بالنسبة للملتزمين بالعمل نهاية الأسبوع. وكان مجلس الحكومة قد صادق برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.